سباق الخير هذا. نحن أتينا وسمعنا من بنات الأيتام تلاوة القرآن الكريم عن ظهر قلب، ما شاء الله حفاظ ومتقنين. ونحن في جمعية حياة التراث الإسلامي ندعوكم للتبرع لكفالة الأيتام ومساعدة الأيتام في دول البلقان. الدين وصانا بالأيتام ياما، تشهد أحاديث النبي بالصحيحين، يقول من يكفى الحقوق اليتامى. مشروع قرية الأيتام في كسوف. إن دولة كسوف بحاجة ماسة إلى قرية لرعاية الأيتام، فإخواننا الكويتيون بادروا في تحقيق أمنية الأيتام بما في وسعهم. سباقنا عطاء يروي القلوب.